السلام عليكم. بوم، أنا هذا إكزومبل باك 2021، دراسة تعريفية جزئية مستعينة بالرسم التجميعي الصفحة. قال لك أتميم الرسم التعريفي الجزئي مباشرة على الصفحة 21 المحور 10. قال لك قيم الأقطار الوظيفية ورموز السماحات الهندسية والخشونة لسطوح محددة على الرسم. مثل المقطع الخارجي آه. هوليك آه. صح، هنا وشنو هذا؟ هذيك شغل البلاصة. شوفوا هنا الرسم تاعنا، هاوليك الرسم التجميع. هذه عبارة عن مرزل، شغل عندنا عمود، كي نشوفوه منا يبان لك شغل مستطيل. كي نشوفوه منا كيما رانا نشوفوه فيها، وثقبناه درنا له مرزة. صح، قبلناه قلنا درنا له مرزة. من بعد كي نحيلو المرزة واش بقالنا؟ بقالنا شغل الثقب تاعها، هذاك الثقب تاع المرزة. وكي نجو نشوفوه منا بكوتي، وكان جا بالمرزة، مثلا بالمرزة، يبان لنا باللي شغل لو جاي على الشكل هكا. وكان جا بالمرزة، وهذه أكيد هذه اللي تجي هنا المسننة إلى آخره. الشكل تاعو كي نشوفوه هكا مقابلنا يبان لنا هكا، هذه المرزة. كي نحولو المرزة، هذه واش يبقى؟ كي نحولو المرزة ونديرو له القص، هذه المرزة نحيناها ونديرو له القص، واش يصير؟ القص عند المرزة. كي نحو المرزة ونديرو القص يبان لنا على الشكل هاك، يبان لنا على الشكل هكا. هذه المكان تاع المرزة. وهنا هذا السطح مادام شغل قاسو القص، شغل مسو القص، دونك هنايا راح يتهشر. وهذه علاه ما تهشرش؟ هذيك شغل جاية مجوفة. كان نشوفوها من الفوق شغل تلقاها هكا، هاك كي درنا القص، هذه رانا نشوفوها من الفوق. شوفوا جماعة، رانا نشوفوا فيها، من الفوق كيفاش صراب. كي درنا لها القص، هنايا في الوسط، كي درنا لها القص واش صراب؟ هذه المكان تاع المرزة شو قصيناها في الوسط ولات هاك. كي درنا القص، هذا الجزء تمس وهذا تمس، وهذاك شغل جاي مجوف هاكا ما تمسش، على بيها هنايا ما هشرناش. دونك هذا هو، انا ندير واسمو المحور تاعو. هذا هو الآ اللي راح ترسمه هنايا كما راه. هذا المقطع هذا هو. دونك نكملوا الاخرين. صح، وش قال لنا؟ شوفوا، نبداو مثلا، نبداو بالخشونة. وشنو نشوفوا هذا السطح هذا، وش راهو، رافد هنايا. شوفوا هنايا قلنا كاين هذا، الشكل العنق. هنايا واش كاين هنا؟ كنت لاحظ بلي هنا كاينه شغل مسننه، هاي مسننه، انا داير لها حاجز. وهذه المرزة هذه مسننه، دوك الخشونه تاع المسننه، ولا المرزة اللي تجي هنايا خابور نفس الشيء. دونك الخشونة تاعها 1.6. دونك هنايا ار ا 1.6. صح، شوفوا الخشونة هذه الدوزيام هنايا. حب يقول هنا، واش كاين؟ وسادات. مادام كاين وسادات الخشونة 0.4، كاين اللي يدير 0.8، ماشي مشكل. دونك هنا عندنا 0.4. صح، دوكا نروحو
الترميز الهندسي. واش قال لك في هذه؟ مثلا نبداو بهذه، قال لك واش العلاقه اللي كاين بين هذا الخط، راك تشوف هذا الخط، وشوف السهم واش راه يتبع، والسطح هذا، وكان تكمل تكمل جاي على شكل زاويه قائمه، شغل هذا متعامدين. دونك مادام متعامدين دونك نديرو له الرمز تاع التعامد، صح؟ دونك قال لك هنايا بون، هذه كي تلقاها هنا في الوسط، هذه بالنسبه ديرها هكا، دير كو، دير خط مام هنا، دير هكا خط، فوالا. هنايا واش قال لك؟ هنا قال لك واش هذه العلاقه هنا اللي كاينه هنايا. هنا عندنا عمود، عمود يدور، هنا عندنا محور، عندنا العمود هذا يدور، عندنا هذه مثلا هذا العمود يدور على المركز تاعو، يدور على المحور تاعو. دونك هنا عندنا تمحور، دونك عندنا دير دويرة ودير دويرة واحدة أخرى داخلها، هذا الرمز تاع التمحور، صح؟ هنايا السطح، السطح لي المرجعي تاعو، هنا عندنا أ، دونك هنا عندنا غير أ، ما عندناش سطح واحد آخر مسمينو بيه، دونك عندنا أ، دونك نكتبو أ، صح؟ دونك هنايا، هنا قالك واش العلاقة لي كاينة هنايا، كيف كيف عندنا عمود يدور على المحور تاعو، دونك هنا عندنا تمحور، وكيف كيف ما عندناش سطح واحد اخر مسمينه بار اكزومبل بي، عندنا غير الا، دونك بالنسبه للا، صح. دونك نروحو للتوافق، التوافق هنايا عندنا واسمها، هنا عندنا وسادة، وسادة نشوفو في الطابلو تاعنا، وسادة واش كاين وراه، وسادة هاي لي اشيت اف 6. دونك هنايا مثلا هنا كي ما على بالناش شحال، كي نديرو كي برك، كي كي حاب يقول زعما نقولو قطر تاع هذاك العمود، واش عارف هنا ما بالناش شحال، دونك نديرو توافق ديريكت اف اف 6، صح. نجو هنايا، هنا واش عندنا هنايا، هنا عندنا هذه المسننة، المسننة دونك التوافق تاع المسننة، وراه التوافق هو نفسه تاع الخابور، كيما كي تقول مسننة ولا ميرزا ولا خابور، عندهم نفس التوافق هنا. دونك عندنا هنايا جي 6، دونك هنا عندنا جي 6، صح. دونك هنايا قال لك عطيني التوافق تاع هذه، هنايا جماعة هذه، وكان تروح الجدول اللي فيه الأسماوات تاع اسمه هذا هنايا، مش حاب يقول القطع، هذا هو العمود تاعنا، القطعة 11، هذه شوفوا هنا هي 11، وشكم 11 فاصل ذو 4 فصوص، كيما نقولوا فاصل الكتامة، كيف كيف. دونك هنايا عندنا فاصل الكتامة، التوافق تاعو اش 8 ولا اش 11، دونك هنا عندنا اش 11، نورمالمون درنا كلش، هذه هي، هذه هي، والسلام عليكم.